لسه مكملين في اخبارنا مع حضراتكم. واخطر الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم سنغالي لاداره مباراه الفريق امام سجرادة الانجولي في الجوله الرابعه لمباريات دور المجموعات لبطوله الكونفدراليه الافريقيه والمقرر ليها يوم 20 ديسمبر الجاري. ويتكون طاقم التحكيم من عيسى سيح حكم ساحه وبيعاونه كل من الحاجي مليك و صامبا مساعد اول ونوح بنجوره مساعد ثاني وضيوف حكم رابع. واختار الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف الجنوب افريقي بنت كينيث بايلي مراقب للمباراه والكاميروني رافائيل ديبين مراقب للحكام.